السلام عليكم خاوتي، سلام لكم، تحياتي لكم، عيدكم مبارك. اليوم راح نسجل لكم هذا المقطع لبعض المعتمرين الجزائريين في مكة ومآسيهم مع الوكالات اللي تجيبهم وتخلى عليهم. تابعوني. مع أخويا دحمن. السلام عليكم، صحة عيدكم ولجميع شعب الجزائر والمسلمين على المستوى العالمي. ربي يحفظك. واش أخويا دحمن لاباس؟ تعبتوا ما تعبتوش؟ ربي يا عم وصلاح. رانا واش نقول لك، رانا نسوفريو في فطر الفطور هكذا. رانا ديجا كيما البارح رحنا على علي عزوج، ما لحقناش حتى للفجر. اليوم كي جينا ولينا دارت بينا الكار زوج شويه ولا ثلاثه، حنا قلنا هكذا. والسبب على الوكالات ولا واش كاين؟ كل واحد يقول لك وكاله، واحد يقول لك ما فهمناش. الوكالات شحال يقول لكم؟ هضروا صح. الوكالات شحال يقول لكم؟ الوكالات يقول لك 600 متر. شحال لقيتوها؟ لقيناها 4 كيلو ونص. هكذا سبحان الله. صافي الوكالات يكذبوا على الناس. ربي يحفظك، عيدك مبارك الحاج. السلام عليكم. الوكالات هذو ما يخافوش ربي. الوكالات واش نقول لك، الا الناس لاباس، الا الصدق ما كانش. يقول لك كيما قال لك السيد، حنا قلنا كيلو 800 صبحنا في 11 كيلو. 11 كيلو؟ 11 كيلو يقولوا هكذا، 11 كيلو احنا ما كيلناهاش. ايه ويعلم الله، يعني ربي يعطينا العقل. يا خويا عمره مقبول ان شاء الله، راهي تعب الحجه ان شاء الله. فهمت؟ يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. وقول لهم لصحاب المنصوره اللي باغي يجي لازم له في ثلاثه على الاقل، ويكون يثبت النهار الاول، يثبت على الصح، ما يتلاحش بركة ذاك، خطرة شي تلاح ولا واحد وحده ولا زوج ما يخرج فيها، ما يقدرش يخدم والو. وربعة يكونوا متفاهمين. ربعة يكونوا متفاهمين، يد في اليد، يقدروا يديروا كلش. ايه. يحوس ولا يخدم الفرائض نتاعو. واش راك؟ باش فيا، عيدك مبارك. الوكالات هذو، كاين الوكالات يقول لك 400 متر تلقاها 2 كيلو. ربي يهديهم. تقول لنا كلمة. عيد مبارك. تقدر تهضر؟ هيا والناس يشوفوك. عيدكم مبارك. بارك يا احبابك صحابك. عيدكم مبارك بلانا وصحاب. كل عام انتم بخير. السلام عليكم. عيدتوا مليح؟ لاباس. شحال قعدتوا هنا؟ انا في 15 يوم. بصح كي تجي هنا تنسى هم الدنيا كاع. خير من ما تفكر حتى في حاجه. ولادك تنساهم؟ تنسى كل شيء ولاد، ما تنساهمش، ولكن منين تروح تغيس ساسه وتروح. المهم يا خويا عيدكم مبارك. الله يسلمك وتهلا بعضكم. خويا صالح انا عميل. سولنا على صحاب المنصوره. يبلغ الجزائر كاع. الو الجزائر كاع، ولكن خاصه صحاب المنصوره. هكذا. وقول لهم توحشت مال المزارع. قول لهم يتهلاوا في رواحهم. يسقوا رواحهم. ايوا قول له العصابه راهي قريب تولي. العصابه قريب تولي. قول له نور الدين راهي قريب يولي العصابه، ما تخافش. نور الدين يسميكم العصابة. أي سولنا عليهم وكل صحة عيدهم. أي ربي يحفظك. وصحة عيد الجمع الجزائري. إن شاء الله. الحاج قلنا كلمة. الناس يشوفوك في البلاد، عيدك مبارك، كيفاه؟ صحيح. السلام عليكم، قول لهم عيدكم مبارك. عيدكم تمنينك الحاج مش مليح. ميس تامورت هذاك. الله يحفظك إن شاء الله. أنت منين الحاج؟ أنا يا الجزائر. منين الجزائر؟ الجزائر كبيرة وعريضة. تيهرت. إيه صعب تيهرت. العواد والنعمة والخيرات. إيه ربي يحفظك إن شاء الله. الوكالة وش راك؟ جيت الوكالة مليحة وش قالوا لك؟ الوكالة قال لنا 2 كيلو متر تاع 12. 12 كيلو؟ والله لا 12 كيلو. ما يخافوش ربي هذو؟ والله ما يخافوا. يا وزاد تسمع فينا، لا طواف لا حياة لا والو، هرب وخدم. حول ولا قوة إلا بالله. أنا لقيت واحد المرأة بالكرسي المتحرك، خلاه في المدينة المنورة حتى خرجها واحد مسكين فعل خير. يعني ربي ما يخافش ربي. برك حكيت لي، قالت لي راجلي توضرنا 5 ايام. 5 ايام؟ 5 ايام. قال لي ما صلينا ما درنا، روحوا يديروا عمره، ما كانش جاو مع الوكاله. ايه قال لي ما كانش لا مرشد لهم يحزنون. قال لي ضربنا عليه، قالت لي 5 ايام وحنا نحوشوا عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. قالت لي بنتي اللي كانت تهز في الكتابه هذيك وتورينا كيفاه نديروا المناسك تاع العمره. إيه والله عيب عليهم. على كل حال درنا عمره، الله يبارك. ما شاء الله. ربي يقبل ان شاء الله. وليد فاميليا، يعني ربي يطول في عمره، ودرناها من احسن ما يرى. ربي يتقبل ان شاء الله. وربي يرحم موتى المسلمين ان شاء الله ويشفي مرضانا. وعيد مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله في روحك تمرت. السلام عليكم.